معك رضا حبلوس، أمثل دولة لبنان الشقيق ومثل مدير العام شركة المقدم. أنا هون نحن جايين من لبنان على تركيا بدعوة من شركة ترابي إكسبو للمعارض والمؤتمرات، بدعوة شخصية من السيد صبوحي عطار والسيد عارف الحاج عارف. أنا بتشكرهم على هالدعوة. كتير حلو، شكرا لك. ما رأيك بالملتقى من حيث المكان والتنظيم والمشاركة؟ صراحة أنا حسيت كأني أنا بلبنان، أول ما دخلت على تركيا كأني بلبنان بالشعب الطيب الراقي جدا. المؤتمر والمحاضرات كان المؤتمر كتير جيد بالنسبة للحضور والسفراء الدول العربية والحضور العربي، كانوا موحدين حول تقريبا الاجتماعات وتطورات والتكنولوجيا، ويكون في تعاون مشترك تركي عربي على جميع المواضيع بالبناء والتكنولوجيا. كتير حلو. ما هدف حضرتك من حضور الملتقى، وهل وجدت ما تبحث عنه؟ أول شيء هدفنا من حضور الملتقى أنه نحن يكون في تعاون بين لبنان وبين دولة تركيا العظيمة، دي نحن منتشرف نكون بهالدولة هيدي، وأنا في عندي أصول تركية بهالبلد الطيب وبرئيسه وبشعبه. نحن هدفنا كان يكون في نعرف كيف عم يشتغلوا هون مؤتمرات بتركيا، فوجدت للحقيقة وجدت انه نفس الاستراتيجية عم يتبعوها بلبنان، ونحن هيدا الشيء بنطمح له يكون في تبادل بالمؤتمرات والمعارض، ويكون في استراتيجية تعاون بين تراب اكسبو مع السيد صبوحي عطار مع لبنان الشقيق. الله يخليك، تشرفنا بحضرتك أستاذ رضا، ونتمنى نتلقاو بك إن شاء الله في المعرض القادم، وتشرفنا بحضورك. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لدولة تركيا، شكرا لقائمين على المؤتمر والمعرض تراب إكسبو سيد صبوحي عطار، جزيل الشكر لحضرته للسيد عارف الحاج عارف اللي بعتوا لي الدعوة شخصيا لحضرتي. شكرا لكم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك أستاذ.